بما انه طلب مني كثير كيف عمل الكبده الطريقه الصح، نجيب الكبده اي نوع كانت، نوضعها في ماء لمده 5 دقائق، بنسلقها مع قطعه ليمون، وهيك بعد 5 دقائق بنصفيها من الماء، وبنوضع قليل من الزيت بالمقله، وبنوضع بصله مفرومه، وهيك عندما تدبل شويه بنوضع فلفل اخضر هو اختياري، وبنوضع الكبده بعد ما صفيناها من الميه. عندما تحمر الكبده بنوضع الماجي او ممكن الملح، هذا اختياري، نوضع فلفل شطه ايضا هو اختياري الفلفل. وضعنا قليل من الفلفل الاسمر، ووضعنا دبس الرمان اخر شيء، معلقه دبس رمان، هيك اصبحت جاهزه. بنقدمها، في عندي تقريبا 1000 وصفه صحيه، مهتم بالغذاء الصحي، اشترك حتى يوصلكم كل جديد. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامه.